إش حالة لو الدنيا تخلص وانت بعدك موهوب. خو ما قاله وتزوج وهو بعده ما مخطوب. شنو؟ What? هاي هدول. هاي أبو اللون. شلونك عيني؟ شلونك عيني؟ والله مشتاقين يا معودة. يا معود. اهلا وسهلا بكم حبايب بفيديو جديد مع هديل. شكرا للمتابعه كل هاي الايام اللي فاتت واللايكات والتعليقات. طبعا شيء مو طبيعي اللي تكتبوه بالتعليقات، جاي يفرحنا كل يوم بالليل. طبعا نقعد نتفرج عليهم وتدخلون فعلا الفرحه بقلوبنا، فشكرا. للي ما مشترك بالقناه اشتركوا، وكل اللي تقولون سوونه وتفعلون جرس هذا الشيء يفرحنا يسعدنا. Thank you so much. Thank you. الكونسبت مال الفيديو اليوم يومية هيك وقت. الكونسبت مال الفيديو اليوم ايه هو انه هديل تريد تفتح البروفايل مالتها بابليك على انستغرام. صح. فقلت لي ليش ما انت تلقي نظره عليه قبل ما افتحه بابليك وتريد تاخذ رايي؟ فقلت لها ليش ما نسوي فيديو؟ قلت لي لا. فقلت لها كيفي نسوي تحدي؟ شنو؟ انه نفتح حسابك بابليك اذا وصلنا كذا عدد فيوز على هذا الفيديو. يعني ايش كذا حيوصل غير انت قراري؟ شنو انت متفائله جدا يعني؟ ليش؟ اذا هذا الفيديو وصل مليون تفتحين حسابك. ايه؟ مليونين. مليون. اوكي مليون ممكن يعني. زين حبايب، راح ادخل هسه على بروفايل هديل وراح نبلش من جوا لفوق. نبلش باول صوره 2/7/2017. هديل امام الزرعه واشجار وخضار. شوف فرق بين مالتي ومالتك الفيديوهات اللي راوتني اياها. جميله جدا الصوره، كلش حلوه، ما عندي اي تعليق. الصوره اللي وراها يعني من اقول لك الضحكه كذابيه من هاي اللي يعني ذيك هي مبينه. اي ما دام يقولون لي هاي اكو واحد وقع بالحمام فانا اضحك عم تطلع الصوره حلوه. كل ما تقول الصوره يقولون لي اكو واحد وقع بالحمام؟ منو هذا؟ فكرة منو؟ بنت خالتي فلونة. فلونة، تحية لفلونة. حلو هالمكان، وين؟ بسويسرا. منو يلبس بدلة كيفي وكعب وهو صاعد للجبل؟ تدري هواي ناس باعوا علي لما كنت بهاي. طبعا يعني دي يطلع كاش لازم ما يهم المكان وين، مش تمشي بالصحراء. بس اريد اشرح لكم فد شيء. ذاك اليوم كنا قاعدين بمطعم، دخلت بنيه لابسه ملابس عاديه. لا ما كانت لابسه ملابس عاديه، كانت طالعه بالبوجامه. تراك سوت اديداس. ياس. وكان ستايلش. لا. هاي ما بوعد نفسها قبل ما تطلع من البيت. هاي ما كان عندها مرايه اصلا بالبيت. بيبي دبي يعني هي شويه كول الفايب مالها. بس انت تلبس لنفسك مو تلبس للناس. صح. اوه الشاي العراقي يخبل. كلش حلوه هاي الصوره. شكرا. سوي لايك. انت حاط. لا ما حاط لايك. ما حاط لايك؟ اي شنو ما عندي شغل وعمل؟ ارجع على 2017 اعطيش لايكات. هاي الصوره من الصور كلش كيوت وتعجبني. اول شيء لندن. ثاني شيء شعرك يخبل لان سرح. بدلتك جميله جدا. كان شعري مو سرح؟ سرح. شنو سرح؟ غلطان. يعني انت جاي تتعاركين بهذا الفيديو؟ يابا خلص. ها الصوره اللي وراها. لا 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 ارجع كمل. لا لا خلص 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 خلص. هنا من الواضح انه اكو واحد كان دا يرفع البدله وشلتيه على الفوتوشوب. صح. لا لا والله مو فوتوشوب، هاي شنو جايبه مصور. ماكو بدله. مصور صورني والله. بس ماكو بدله هيش ترفع من كيفها. اي صح هو رفع عليها بوقتها. وشارع على الفوتوشوب؟ لا 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 هو كان مصور. بس شلون انشالت؟ يعني هيك يرفعها ويرجع يركض ويطق صوره. لا كانوا اثنين، واحد مساعد وواحد مصور. عباي غير انا ما احكي. ولك انا بالمهنه ما عندي مصاري ثاني يطقوا لي صور. انا او ماي جاد. بس تخبل صورك حبيبي. شكرا. طالعه اميره. شكرا. واخر لايك ورجع لها تحط لايك. عمود احس يعني انه قاعد تشجع البروفايل مالتي. اوكي هاتش. هاي. اي لاف. هاي من ستايلاتك كلش تعجبني، جينز وقميص. صح. قد ايش لبستي هيك؟ ايه كلش حلو. هاي شنو؟ كان عندك بزنس مال بايسكلات وما قالت لي؟ هاي شنو؟ لا ونصهن ماجريهن. ايش حسيتي من طقيتي صوره قدام بايسكلات الايجار؟ يعني كان انه معناته انه حتى لو ما عندك فلوس تركب تاكسي تقدر تركب بايسكل ايجار. ها فانت تحفزين المجتمع انه. ايه طبعا. هنا دايرة وجهك من الكاميرا، شنو مستحية او شنو الفكرة كانت؟ او تراوينا الشامبو اللي مستعملته؟ كنت غاسلة بانتين.
ذبح شايات هي عامل كولابوريشنات بالمستقبل ويا بانتين كتبوا لنا ها شنو؟ هاي ما ادري يعني شنو حسيت بوقتها ايش تسوين؟ تطلبين الكوفي مالتي وطاقة صورة ما انت تطلبين الكوفي مالتك لا ايش تعرف هاي صوني ما ادري شلون شلون عيديها؟ يا هي صوني ما ادري لا حلو جميل جدا اي اوكي حط لايك هذا لايك كلش حلوه هاي الصوره ماكو اي تعليق نظرات تخبل الضحكه فيك بس حلوه هم واحد وقع بالحمام هم كلهم واقعين ما ادري كم واحد وقعت بالحمام تيبكال هديل جو ثلج ومطر لابست لي سوري شحاطه وبدون قمصله بدون اي شيء وتمرضت وراها صمد هذا صمد مال لندن طيب كان يعني ماشي حال ماشي حال واو هذا اللوك عليك يجنن شكرا شيل حط لايك مره ثانيه موناكو موناكو انت كنت بعملك بالسطح اي هاي انا كنت بهاي الغرفه بالضبط لا سنه وراك انا شو كنت ربيها سنه 2020 2020 اي سنه وراك يعني شكرا على لايك هاي بدلاتك تخبل شكرا تن الواقع فل هاي مال ايدك بشعرك وتباعين على اليمنى ورجل قدام رجل واساس شنو نهى نبيل ستايل ايكون ذريل فوز الفهد ذني بطليهن حبيبتي وهاي شنو شباك هاي لو ها ترشيه كان صندوق مال بريد ها شنو البدله صاعده طافره نازله شنو الفيلم انا عبال القهوه مدفيه هاي توب شكرا كلش حبيت هاي هاي من الصور اللي خلتني اقدر اكبرها واحطها لك على المكتب مالتك لا حبيبتي مو هالقد حلوه ها شنو حلوه يعني بس مو هالقد حلوه انا طبعا شنو عجبني بيها شنو يور كول اتش ريلاكس هو انت تقول علي كول بس لما البس جينز وبوتيا اديداس ما في ايش معناتها احب هذا الشيء اي مبروك انا ما احب هذا الشيء زد شكو لابس مرة بالسنة يجيني البس زين المناظر اللي تزوريها كلش حلوة اي طبعا بينك طبعا اذا تردون تهدون اي شيء الهديل لونها المفضل بينك ولو يسوون مرقة بامية بينك فهذا حلمها هاي هاي من الصور اللي خلتني اقول هاي البنية اذا تفلت من بين يديها فانا خسرت شيء واتذكر هي الصوره اللي خلتني اجازف بالطريقه اللي حكيت وياك بيها تذكرين شلون اول يوم قدمت لك بطريقه جدا جريئه من شفت هاي الصوره بصراحه حسيت انه اكو شيء يعني انه اكو شيء اريده اكو شيء قدامي اريده واو هاي هاي فد واحد فنان مبدع سوى لي هالفيديو منو هذا؟ هو ابو لوك ترى وهسه وصلنا لاول محتوى منزلته هديل احنا اوريدي ان ريليشن شيب فكل الاشياء الباقيه راح تشوفوها هي انا وهديل هاي ابو لوك هذا الفيديو اللي اعلنا عليه انا محظوظه يا رجلي مصور وفنان و حيطلع صوري على انستغرام ان شاء الله حلوات وبخير ويخبلن وحط لايك خلصت هذا اليوم اللي اعلنا به خطوبتنا صح 12/2 كلش احب هاي الصوره هاي سفرتنا مال هولندا شنو صار فيها وتونسنا شنو صار فيها تزوجنا اوكي شكرا رايحة عالون ناسية اصلا شنو رايحين كانت من اجمل اسابيع بحياتي بصراحة وكان اكل مو طبيعي اكلنا 5 مرات دولمة باسبوع هذا يوم تلبيس الحلقات تلبيس حلقات طبعا هاي كلها موجودة على اليوتيوب اذا ما شفت الفيديو وهاي شهر العسل شهر العسل 11 ابريل اذا حبيبتي اتصور حسابك كلش حلو الالوان جميله جدا ستايلتش اكثر شيء انت مشهوره به بعوائلنا وبالسيركل مالتنا هو ستايلتش اخوان تحدي
صعب بس ادري بيكم قدها. ماكو صعوبة، فين هذا الشيء طلب من عندي. وطلب منها ديل. وشوفوا ايش قد هي كيوت وعفوية. ليش احسك تاخذ هيك؟ مو راح احط موسيقى مال اكشن. ها اعتذر. اي راح احط التريلر مال مش فد شيء. كمل طاقتك. يا ابوي. فأترجى واطلب من عندكم انه بكل طاقتكم وبكل حبكم وحماسكم توصلون هذا الفيديو الى مليون لعيون منو؟ هتدخلني بعيني؟ لا. لعيون هديل لانها تستاهل. و اذا ثبتوا لنا انه تقدرون توصلون مليون فيو من احنا نطلب هذا الشيء من عندكم فراح نعتمد على هذا الشيء ولكل مليون راح نهدي لكم شيء معين. اذا طلبنا من عندكم ان توصلوا الفيديو اعطوهم رنج. ما عندنا بجت للرنج. ايجار. ايجار. نعطيكم رنج ايجار. لا 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 دهشاقه دهشاقه. واحنا راجعينكم باكر بفيديو جديد على هالقناه مثل كل يوم بشهر رمضان. وبعدين رمضان ما حتكمل؟ ورمضان بعدني ما اعرف شو راح نسوي، هل نكمل يوميا؟ هل نسويها اسبوعيا؟ اذا سوي اسبوعيا اكو راح يزعلون، اذا يوميا لازم انا عشان اقرر لان يوميا يعني يوميا مو مال يوم نوقف يوم نرجع يوم يعني يوميا يعني يوميا. وهذا الفيديو راح ينتهي هسه. يا ويلي على هسه. ابو لون صح الهسه مالتش خلني يغمى علي هسه. هي هسه لو هزه. المهم باي باي. واتمنى انه من اذناتكم تاثرت. ممكن هي الفيديو؟ ها اوكي يلا باي. صارت جريده حياتي.